ضمن جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة محافظة العاصمة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي 13، وافقت البلدية على مشروع تطوير نفق دروازة العبد الرزاق بعد الانتهاء من الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق. كما أحالت اللجنة موضوع الاستغلال التجاري لمقار جمعيات النفع العام في منطقة العديلية للجهاز التنفيذي في البلدية للإفادة التفصيلية عن الإجراءات القانونية حول طبيعة الاستغلال التجاري. ناقشنا اليوم في المجلس البلدي عدة مواضيع، طبعا المواضيع اللي ما فيها كانت دراسة احنا الجهاز التنفيذي لتزويدنا بدراسة كاملة، بس من المواضيع المهمة اليوم كان مشروع المقدم لقطاع المشاريع في بلدية الكويت لتطوير نفق دروازة العبد الرزاق. فمثل ما ندري بأن نفق الدروازة وتقاطع الدروازة هناك إصلاحات موجودة في هذا النفق، احنا مو قاعد نتكلم عن الإصلاحات، نتكلم مرحلة ما بعد الإصلاحات. بعد ما يتم فتح التقاطع عمل جميع الإصلاحات الإنشائية في الموقع، هناك فكرة لتطوير هذا النفق اللي ما كان مستغل بالطريقة الصحيحة والسليمة، ما كان نشط، فالآن هناك تصميم جديد لاندسكيبينج واستعمال أفضل لهذا الموقع في النفق وأيضا محيط النفق، فراح تكون هناك مزروعات على 4 مخارج للنفق بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية، وأيضا النشاط التجاري اللي كان موجود بالسابق تحت النفق تم إخراجه إلى خارج النفق لموقعين أو مدخلين من 4 مداخل. فالفكرة الأساسية إحياء هذا النفق في استعمالات مختلفة، ولو تلاحظون بأن هذا راح يكون متصل مع مشروع تطوير أسواق المباركية، فراح يكون نفق استعمال للأنشطة المختلفة، المعارض واستعمالات أخرى ترفيهية وغيرها، وأيضا استعمالات الموسمية، ومثل ما قلت الأنشطة التجارية تكون بالخارج.